السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم كاملين في قناة إلهام بلوك. موضوع فيديو اليوم هو أهم الخطوات التي يجب اتخاذها قبل وبعد الوصول إلى كندا. أهم حاجة قبل السفر هي تجمعوا جميع الأوراق الرسمية ديالكم ديال الأفراد اللي غادي يجيوا معكم. هنا كما كتشوفوا هذا اكزامبل ديال الأوراق اللي خاصكم تجمعوا. والنصيحة اللي نبغي نعطيكم هما لي فاليز ديالكم تجمعوهم على اتساع. وثاني حاجة بالنسبة للملابس ديال البر يصح حتى تجيو حتى لهنايا تشريوهم. وانا طوندون تجيو كنصحكم ديرو كور دو فرونسي و بيان انجلي على حساب لا ريجيون اللي غادي تجيو ليها. وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. ومباشرة بعد وصولكم للمطار غادي توجهوا ديريكتومون لادوان اللي غادي يسلمكم بعض الاوراق المهمه الخاصه بكم. ومن بعد غادي يوجهوكم للبيرو دي ميغراسيون اللي غادي يشرحوا لكم ويعطيوكم معلومات اللي غادي تسهل عليكم الانتيغراسيون ديالكم. ومن بعد ما كتساليوا هاد الاجراءات ديالكم كتبقى لكم اخر ايطاب هي توجهوا تاخذوا الامتعة ديالكم. وفيما يخص التنقل من مطار مغيار بالنسبة للناس اللي ما كاينش اللي جيت تلقى ليهم كاين البوس نيميرو 747 اللي كيشتغل 24 ساعة 24 ساعة لي تاكسي لي زاجونس دو لوكاسيون وكاينين اوسي لي زابليكاسيون اللي كيكونوا في الهاتف ديالنا بحال اوبر. الخطوات المهمه اللي خاصنا نديرو اول اسبوعين هنا في كندا كيبيك هو نتصلوا او نمشيو ديريكتومون عند ان اورغانيزم ديد اوزيميغون اللي غادي يساعدكم بشكل كبير ويوضح لكم جميع المعلومات اللي غادي تحتاجوا. ومن بعد ندفعوا الدومون ديال لا كارت اسيغونس مالادي اللي كيكون ديلي داتونت ديالها 3 موا. بما خرجت لكم لا كارت كنصحكم ديروا اسيغونس فواياج في هذا الوقت. اي ابري ندفعوا لا دوموند بوغ لا ناس نيميرو داسيغونس سوسيال اللي بلا هاد لو نيميرو ما نقدروش نخدمو. ابري نتصلو بسيتويانتي اي ايميغراسيون كندا باش نعطيوهم لادريس فين ساكنين اللي غادي يبعثو ليكم فيها لا كارت ريزيدونس. من بعد نفتحو ان كونت بانكير نديرو ان تور باش نكتشفو الكارتي اللي ساكنين فيه ونعرفو لي ماغازان و لي بيسخي فين كاينين. واهم حاجه واللي هي ضروريه هو يكون عندنا التليفون وابونمون انترنت نحيت بهم نقدروا نديروا هاد لي ديمارش كاملين. وبالنسبه لكاع لي سيرفيس اللي هضرنا عليهم غادي نخلي لكم لي ليان ديريكت اسفل الفيديو. هنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو كنشكركم على المتابعه ديالكم ونتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.